هذه مباراة لا تنسى، المباراة أكثر مباراة لا أنساها في حياتي، لأن هي بزوق نجم فيصل بروسلي. كان عمري وقتها 17 سنة ألعب، كان اتحاد الكويتي لكرة السلة في سنة 79-80 الموسم هذا، يقول لك لاعب تحت 17 يستطيع أن يلعب في الكأس فقط وليس الدوري الرجال درجة الأولى. يعني أنا إذا مستواي أهلني ألعب دوري رجال ممنوع. إذن الأسطورة فيصل بروسلي، الحديث كذلك عن المنتخب الوطني، الأمانة تاريخك حافل جدا على مستوى القادسية. نبي نتحدث عن أول مرة لعبت للمنتخب، هل كان هذا في المراحل السنية؟ طبعا أنا لعبت أول شيء منتخب الشباب، كان وقت عمري 16 سنة. بعدين لعبت منتخب الأول عمري 17. الفترة اللي طلعت فيها بزق نجمي كلاعب فريق من 17 سنة لعبت فريق الأول، هني المدرب المنتخب دراف يانج، الله يرحمه المدرب الأمريكي، وهو خذني اشتغل عليه 7 سنين يدربني، صنع مني لاعب هو وكابتن فهمي الخضرة، صنع مني نجم، علمني أشياء ما كنت أعرفها، خلق جيل أيضا مو بس أنا حتى الجيل اللي وياي جيل مميز. هذا المدرب أول 3 سنوات أو أول 6 سنوات، لأنك بطولة الخليج كانت سنة سنة لا سنة سنة لا سنة سنة لا، ف81 في دبي خدنا بطولة الخليج للرجال، 83 في البحرين خدنا بطولة الخليج للرجال، 86 خدنا بطولة الخليج في الكويت، وبعدها صيام إلى الآن. من 86 منتخب الكويت آخر بطولة أخذها إلى الآن الرجال ما أخذ ولا بطولة. 2009 أخذنا بطولة خليج الشباب، أنا كنت مدرب منتخب 2009، بس كرجال من 86 عقبها، قول 87، 37 سنة وقت طويل إلى الآن ما في بطولة. السبب طبعا في علامات استفهام كبيرة للسبب هذا، طبعا يبي له حلقات تتكلم فيه السبب. إنزين ورحنا ببطولات آسيوية 83، رحنا سي أول. تذكر أول مباراة أبو فهد يعني لعب فيها للمنتخب الأول؟ المنتخب الأول أول مباراة كانت في دبي، رحنا قبلها معسكرين أذكر المنتخب، رحنا بلغاريا معسكر. أول مباراة كانت ضد منتخب إذا ماني غلطان الإمارات في دبي، إذا ماني غلطان. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ 17. نعم وقتها 17. شلون الشعور اللعب للمنتخب الوطني؟ أنا عارف نفسي أنه أساسي ومتمكن، لأن أوريدي في المعسكر كنت أساسي متمكن وألعب بالتمارين، فأنا عارف وضعي رغم صغر سني، عارف قيمتي، والمدرب ما قصر، واللاعبين اللي وياي هذه نقطة مهمة كانوا يدعموني، الكبار مو الصغار، الكبار كانوا يدعموني أنه روح يا فيصل خذ وقتك اشتغل، احنا وراك ندعمك. غسان العصفور الله يذكره بالخير، حسين مدهوم، عبد السلام شعيب الله يشافيه، حبيبي وروحي واخوي الكبير الله يرحمه الشهيد شعل المطيري، هذا الانسان اللي صديقي واخو دنيا، وانا فعلا لما فقدت صديق فقدت صديق مثلك شعل المطيري الى اليوم لا يعوض هذا الرجل. طبعا في الغزو الغاشم استشهد الله يرحمه، وبعدين وفي مجموعه من اللاعبين لكن هذول اللي اذكرهم بالاسم هم من دعموا فيصل بروسلي. دراف يانغ صنع فيصل بروسلي، فهمي الخضرة صقل فيصل بروسلي، وبالتالي بطولة ورا بطولة ورا بطولة، وبعدين خلاص وقفنا. ليش وقفتوا مبكر أبو فهد؟ يعني 86 وقت سؤالك سؤالك وايد ما حد سألني من قبل على فكرة، في مقابلات كثيرة أطلع، بس هذا السؤال ذكي ولا حد سألني من قبل بأمانة. ليش وقفتوا؟ حلو، شوف بعد 86، من 87 وقفنا، في لاعبين مميزين بالمنتخب اعتزلوا وخروا، فلما وخروا الفريق شوي دروب شويه دروب، لكن ها في ناس برا قاعد يشتغلون بالخليج، البحرين قاعد يشتغل، السعوديه تشتغل، الامارات ايضا، حمدان سعيد اوجه له تحيه كبيره، هذا اللاعب اللي ستايل امريكي اماراتي الولد مميز، احمد جاسم، فكانوا لاعبين اطلعوا طلعة في الفترة هذه الإمارات، مع كان مدربهم أيضا الأمريكي مميز اللي هو باتريك، أيضا البحرين قلنا زينين، السعودية، فكانوا الإمارات والسعودية يطلعون على إنه كنا يقول لك أنت أو بدأوا يطيحون دورنا ليتس جو يلا 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 فرصتنا، وفعلا خذوا بطولات. وبعدين صار الغزو، عقب الغزو بعد وخروا ناس
ما كانوا يطلعون شباب يدد. نعم. ومتميزين وايد والناس قاعد يشتغلون، وبس انت تشتغل بدون أدنى. هذا اللي خلاك انت. طبعا في امور اداريه كثيره. نعم. ما ابي اخوض فيها. نعم. احنا اليوم في مشوار. في مشوار. نعم. مشوار. ما ابي اخوض في الامور اللي ليش. نعم. ما كملت. نعم. لما احنا بنستغل هذه الفرصه بالاستمتاع في مسيرتك التاريخيه والمميزه، ولا ودنا كذلك نسمع عن المشاكل الاداريه، لان امثالكم اللي يقومون الرياضه. اذا شخص مو نفس فيصل بورسلي اليوم يتكلم عن الاخطاء والمشاكل، يعني ما راح نتعلم من اخطائنا ولا راح نتطور، واكيد كلامك انت وامثالك مهم جدا. اذا الحديث ابو فهد عن وقت الاعتزال متى؟ طبعا ما انسى ان في فتره لما كنت بالمنتخب، بس احب اضيف ان كانت فترة جدا مميزة لي، يعني أنا مرتين 83-86 أخذت أفضل 12 لاعب في آسيا. نعم. في 83 وفي 86. ماشي. هذه جدا يعني أفتخر فيها. بعد ما لعبت طبعا فترات طويلة، اضطريت أن أقول حق نادي القادسية، طبعا أيام محسن الفارس كان رئيس النادي الله يرحمه، فقلت حق النادي أنا بعتزل 96. لكن بعد قالوا اصبر بس إن شاء الله كلها الفترة الجاية في انتخابات، بس عقبها راح تعتزل. صارت انتخابات 97 منو يا شيخ طلال. نعم. الحين شلون اقنع ابو مشعل ان انا امشي؟ ابو مشعل انا علاقتي وايد قويه فيه، لانه هو اساسا كان شنو، كان رئيس الاتحاد الكويتي لكره السله ايام ما كنت انا في المنتخب العب، هو كان رئيسنا، وحتى بالسفر كان عباره عن اخونا هو، يعني لما نطلع ونقعد وتحاكينا يحاكينا، لان شيخ طلال اصغر مني يمكن قريب سنه، فكانت علاقتنا حتى بالجامعه كنا مع بعض. نعم. فكانت العلاقة وايد مميزة مع الشيخ طلال، كان وايد ملتصق فينا، كان وايد يبي يسوي شيء. بعدين أذكر صار الاعتزال، قلت له أبو مشعل، طبعا يا رئيس، قلت له أبو مشعل أنا بي أقدم شو اسمه أطلع اعتزال، وكلموني الإدارة اللي قبلك وخلاص ما أقدر، أنا مليت صيف وشتاء، يعني دوري كاس منتخب دوري كاس، احسبها من 9 لا والله من 78 منتخب. نعم. الشباب الى 97. نعم. دوري كاس منتخب صيف ماكينه، يعني هلكت، بقعد ويا اهلي، بقعد ويا، ما في فرصه انا بسافر، بروح بروحي بسافر، ما تقدر الصيف كله اول معسكرات مو اسبوعين ثلاثه. صحيح. شهرين. فصار المنتخب واللاعبين هم اهلي واخواني وامي وابوي وربعي. نعم. ما اشوفهم الا هم كل. صحيح. يعني طول الوقت. لذلك قلت له، قال لي لا وين تروح؟ أذكر في مكتبة بالنادي قال الحين أنا جاي رئيس جديد، تبي تقص الحبل وتسحب فيني، أصبر العب وياي موسم بعدين يصير خير. قلت له مشعل ترى أنا زهقت، يعني في ناس قاعدين على البنش، ما يصير لمتى يقعدون مساكين كذي، ياخذون فرصة شباب صغار شلون يبرزون، إيثار مو غريب عنك. فلازم مشعل تعطيهم حقهم، ترى أنا مليت. قال إنزين أنت ألعب هالموسم، هذا ألعب هالموسم وكذا وكذا وكذا. اقنعك. ركبت. لا ركبت راسي. نعم. ركبت راسي. قلت له خلني افكر. رحت وما رديت. عصب شوي. بعدين الفريق لعب. صار الفريق شوي لك عليه. نعم. انهزم. باقي لهم 4-5 مباريات، لازم يغلبون 4 يدشون شنو؟ السداسي. نعم. انه كلمني يوسف الحرمان. عبد الله ابو يوسف عبد محمد الحروان الله يذكره بالخير، كان يقول لي، هو كان مدير السله، ابو فهد ابو مشعل يبيك. قلت له ها بيسوي لي اعتزال؟ قال لي ما ادري يبيك. قلت ان شاء الله. رحت النادي قعدت، ها شلونك، ها الحين اوكي امورك زينه؟ كان يقول له زين الحمد لله، انا زين بس انت مو راضي تفهمني، ومش انا بحميك، انا وياك مو ضدك. كان يقول لي زين عندي 5 مباريات العب، نبي نفوز بالخمس 4 ندش السداسي بعدين اسوي لك اعتزال. زين وش كلام 4 مباريات مقدوره. اي قلت له ابو مشعل مو انا ما ادري يمكن ما نفوز. وانا واقف صار لي فتره مو متمرن. كان يقول لي، كان اقول له خل افكر. قال لا ما تروح تقعد هني، تروح ذيك المره قلت افكر ما شفتك. لا الحين عطني الخبر. عطني الخبر. انا طلبتها منك ابي. قلت له تم طال عمرك خلاص اوكي. قال لي اوكي. قلت له متى المباريات؟ عشان يقول حق ابو يوسف متى المباريات؟ قال لي عقب اسبوعين. قلت له خلاص انا اتمرن الصبح عصر اجهز حالي واروح اتمرن الصبح عصر وادوس على نفسي
وأي نلعب أول مباراة للحين ما أذكر 42 نقطة، ثاني مباراة 36 نقطة. حتى قالوا وش قصته هذا؟ كنت مرنت تعبت تعبت على حالي. ما شاء الله فزنا 5-5 ما شاء الله مو 4. قلت له أبو مشعل الحين سويت اللي عليك فك الفك يلا. طبعا أنا الحين جايب نشوة اللعب وفيصل موجود ترى لا يقركم 36-37 بس لاعب وأنا فعلا يعني يوم اعتزلت كنت في قمة العطاء. جميل. مو مثل البعض لا أطلع خلاص لا لا لا. كان يقول لي كمل الدوري والكاس وكذا كمل الكاس. مش أي كاس أنت وعدتني الحين تبي يعني تسحب علي. نعم. فهذا اللي صار كبداية.